السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. أولا بس قبل ما أدخل في موضوع النهاردة أحب أشكركم، الحمد لله قربنا نوصل ل40 ألف مشترك، وإن شاء الله بإذن الله مستمرين وفي المزيد من المتابعين حتى تعم الفائدة للجميع، وطبعا ده بفضل متابعتكم لقناتنا، وإن شاء الله بإذن الله نفضل مستمرين في عرض المنح والفرص. بالنسبة بقى لموضوع النهاردة، زي ما انتم عارفين ان المنح والفرص بشكل عام بتطلب يكون موجود معاك مستوى من اللغة الانجليزية. يعني مثلا انت مسافر دلوقتي تدرس في دولة اخرى، اكيد الدولة دي ما بتعرفش اللغة الاصلية بتاعتك او اللغة العربية او اللغة الفرنسية اللي انت بتتكلمها، اكيد اللغة المعترف بها عالميا هي اللغة الانجليزية، فبالتالي لازم يكون معاك مستوى من اللغة الانجليزية. في ناس طبعا كتير بتسألنا وبتبعت لنا رسائل، انا ما بعرفش في اللغة الانجليزية كويس، انا معيش شهادة، يعني اسئلة حوالين كلها اللغة الانجليزية، والناس بتتمنى منح بدون شهادة اللغة الانجليزية او بدون يكون انت بتعرف اللغة الانجليزية. طبعا ده من الصعب تلاقيه، لازم معظم المنح يكون معاك مستوى من اللغة الانجليزية. عشان كده احنا حبينا نوفر ميزة جديدة على القناة بتاعتنا. طبعا زي ما انتم عارفين اللي احنا بنوفر او وفرنا ميزات كتير جدا، زي ميزة المساعدة في التقديم لأي فرصة او منحة انت عايزها، زي ميزة تجهيز الاوراق للتقديم بها في اي منحة او فرصة، والميزة بتاعت الميزة اللي هنوفرها ان شاء الله عن قريب هي هتكون ميزة مجانية بشكل كامل. الميزة دي هتكون زي عبارة عن كورس اونلاين، سلسلة فيديوهات لتعليم اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف. يعني المحاضر اللي هيقدم السلسلة دي هيبدأ فيها من البدايات خالص، الناس اللي مش عارفة أي حاجة في اللغة الإنجليزية، الناس اللي نفسها تتعلم اللغة، الناس اللي نفسها تقوي من اللغة، الناس اللي عارفة اللغة بس في قواعد وأشياء مش عارفاها في اللغة، كل ده هنتكلم عليه في السلسلة دي وهيفيدك جدا. تمام؟ طيب بالنسبة للسلسلة دي احنا إن شاء الله بإذن الله ناويين اللي احنا نبدأ فيها بعد عيد الفطر إن شاء الله بإذن الله، نظرا طبعا دلوقتي التحضيرات لعيد الفطر، ف مش هيكون يعني الناس مهتمة قوي بالموضوع، فبالتالي ان شاء الله نبدأ فيها مباشرة بعد عيد الفطر. فهيكون ان شاء الله الايام اللي هيكون فيها الكورس او اللي هيكون فيها الفيديوهات هيكون يومين في الاسبوع، هيكون يوم الثلاثاء والجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، كل يوم ثلاثة وجمعة هيكون فيديو جديد او محاضرة جديدة في اللغة الانجليزية، وان شاء الله بإذن الله نبدأ فعليا. هيكون اول فيديو يوم 29 مايو 2020، تمام، اللي هو يوم الجمعة اللي بعد القادمة، تمام، فده هيكون اول يوم ان شاء الله بإذن الله في بدء الكورس. وبالنسبة ان شاء الله للمحاضر اللي هيقوم بتدريس الكورس ده هو شخص محترف جدا، ذو مؤهلات وخبرة عالية جدا في التدريس لمدة طويلة من السنين، كمان يعني درس في معاهد ومراكز كتيرة جدا، بالإضافة كمان لخبرته في تدريس أو كورسات تدريس التويفل وما إلى ذلك وغيره من الكثير من المؤهلات. يعني أنت إن شاء الله هتاخد كورس مع شخص محترف هيمرنك كويس على اللغة الإنجليزية ويعلمك اللغة بشكل كامل بإذن الله. تمام كده؟ طيب من الميزات كمان اللي هنضيفها في الكورس ده ان شاء الله في اخر كل فيديو هيكون في زي تيست كده، اختبار احنا هنديهولك. الاختبار ده انت يعني تعمله بنفسك، هو حاجه ليك انت طبعا، مش زي هوم وورك او حاجه والزامي انك تحله او كده، لا ده طبعا كورس يعني اونلاين، بس ده كحاجه انت تقيم بيها نفسك. يعني احنا اتكلمنا عن يعني مثلا فيديو اتكلمنا فيه عن حاجه معينه، فانت هتاخد الاختبار اللي احنا نحطه في الاخر ده وتحله انت بنفسك كتقييم لنفسك، انت استفدت قد ايه من الكورس ده، يعني وصلت لحد فين وما الى ذلك. فدي برضو من الحاجات ان شاء الله اللي ناويين نعملها كاختبارات في نهايه كل فيديو على موضوع الفيديو ده. كمان من الاشياء اللي احنا ان شاء الله ناويين نوفرها هي حاجه مميزه جدا، اللي احنا ان شاء الله هنعمل شهادات مجانيه للناس اللي هتكون متابعه معانا الكورس ده. يعني ان شاء الله بعد كل 10 فيديوهات من الكورس هنعطي 10 شهادات مجانيه ل 10 اشخاص. تمام كده؟ طيب الشهادات دي هنعطيها لمين بالظبط وعلى اساس ايه؟ هنعطيها للاشخاص اللي هي ملتزمه معانا في الكورس ده، اللي هي متابعه كل الفيديوهات واللي هي عندها اسئله في صميم الفيديوهات وصميم الكورس. يعني مثلا لقينا شخص مثلا بيسأل في الفيديو الأول وبيسأل في الفيديو الثاني والثالث والرابع، والشخص مهتم عنده أسئلة، عنده أسئلة عن الأشياء اللي تم شرحها في الفيديوهات، فنعرف إن الشخص ده مهتم فعلا بالكورس، بيتابع الكورس،
فان شاء الله باذن الله هيتم اعطائه شهاده من القناه بتاعتنا. الشهاده دي يعني هنوصف له فيها الليفل اللي هو وصل فيه، مؤهلاته، يعني انجز قد ايه من الكورس، الليفل بتاعه. وهتكون الشهاده دي حاجه مهمه جدا انك تقدر تضيفها من اشياء يعني في السي في بتاعك، سواء تقدم في بيها لمنحه، يعني هتكون كحاجه مدعمه ليك للاشخاص مثلا اللي ما عندهاش اي شهاده لغه. لا، احنا هنوفر لك كورس اونلاين مجانا، بالاضافه كمان تحصل على شهاده لو انت هتكون ان شاء الله شخص ملتزم معانا. فالاشخاص اللي هتكون ملتزمه في الكورس عندها اسئله دايما عن المحتوى الكورس وما الى ذلك، هيتم اختيار الاشخاص دي. وزي ما قلنا، بعد كل 10 فيديوهات ان شاء الله هيتم اختيار الاشخاص دي واعطائهم ان شاء الله الشهاده المجانيه. فاحنا ان شاء الله باذن الله متحمسين للفكره دي، ومتحمسين لان الفايده تعم على الجميع، او الناس اللي ما عندهاش اللغه الانجليزيه قويه، او الناس اللي ما بتعرفش اللغه الانجليزيه يعني، او الناس اللي عايزه تقوي اللغه الانجليزيه اكتر فيتابعوا الكورس ده. احنا عايزين الفائده ان شاء الله تعم للجميع. فياريت لو حضراتكم مهتمين بالكورس ده وناويين ان شاء الله تتابعوه، ياريت ان تعلقوا اسفل الفيديو ده بكلمة مهتم، عشان بس نعرف قد ايه العدد اللي موجود على القناة بتاعتنا اللي هو مهتم بالميزة دي، مهتم فعلا بعرض الكورس ده. فاتمنى ياريت كل شخص مهتم يعلق بتم او مهتم طبعا على الخدمة او الميزة دي، وان شاء الله بإذن الله يكون الخير ويكون الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.